مكملين في اللي ستاتيو اللي قاعده تهبط والاخبار نشوفوكم تبارتاجيو ولا لي سفيان الدهش دونك قبيله شويه بالليل كنا حكينا على الوثائقي نتاع المنتخب باش نمشيو نعملوا دركة في مصر دونك المستشار القانوني نتاع شيرين يقول لك اللي هي لاباس قبيله غادرت المستشفى وستتحدث لجمهورها خلال الساعات القادمه تبارتاجي ولا تنيوري ولا نستناو في فيلم اخر نورمالمون مسلسل شيرين ربي ان شاء الله يفرج على الاهل الحمد لله على سلامتها كي خرجت من الكلينيك فهمتي ولا ان شاء الله ربي يعطيها القوه وترجع لجمهورها وركحها وغنياتها وربي يحنن القلوب على بعضهم هي و شو اسمه رجل حسام حبيب الحبيب فهمتي ولا وان شاء الله نستناو الفيديو ونشوفوا شنو باش تقول وكذا شوفوا الاحداث الجديده وليد اي جو بارتاج ان شاء الله ربي يشفيها وتعود لعائلتها قبل كل شيء وتعود للناس اللي يحبوها زاد عندها متابعين عندها ناس تحبها تتبع فيها فهمت ان شاء الله ربي يشفيها بارتاجي نحبها شيرين الحق حاضرها والله نحبها انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع انا والله برافو صبري قليل كل مره تهرب والله يعطيك الصحه اي نحبها شيرين بول بول. لا جينيور انا جينيور خذ حكي ماستا لاستا وليت هاي باش ترجع له كبرت الحكايه باش يقول لها ادخل يقول لها نحبك تولي تعاود تحبه بعد يعاود يجبد بها بعد تعاود تدخلهم فهمني بعد تعاود يخرج بعد يعاود يقول لها نحبك تعاود تدخل ونحبك هما تعاطف كبير في 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 مصر وصلوا حتى لريستو واحد اسمه حسين ما يدخلش راهو هي الحقيقه نتاع ربي هي برجوليه زادت تعمل شويه هم الروح بالحق ماذا بيها تعمل هم الروح وشوي قدر الروح معناها تقوي شخصيتها وتقول لي وما ترجعش باش تقوي شخصيتها تعمل هم وقدر المره هذه تاخذ موقف المره هذه العباد باش نحكي باش نخش كلمه اخرى ياسر كثرت حتى هي شنو شيء هي تحبوا عاد هي شعبها طريف ادمان على ما ممكن هذاك فرعسه ضرب 15 كيلو كوكا فرعسه تشرب الكوكا تحب حسام كي تصحى كوكا ما يحبش تشوفوا الحكايه ووصلت شي ولا موضوع اخر يا وليدي زين وانت تحب الفنانات مصر ولبنان شو صورته مخصوصه غادي هيفا وهبي هيفوش بعلبك هيفا وهبي هيفوش دونك غنيت في موسم الرياض في السعوديه عملت بوليميك خاطر الفيديو هكا ماني طلعت اوكي ماهيش مزينه وقالوا حكيت في الضوء ندرى شنو دونك هي اليوم تقول انا سمره فين المشكله انا وحشه شكرا يا عم شكرا يا سيدي انتوا عم تعملوا شوشره لانه غيرانين من نجاح الانسان اللي واقف على رجليه وطالب شنو صالب طوله بتغيروا منه للاسف الانسان الفاشل بتدعموه لانه ما بتاثر عليكم نفسيا انا سمره ومبسوطه ايه يعني سمره ايه العيب بكده وقال زيد كيف انه تطالب بقوانين للحسابات الوهميه قال خاطر تعرضت للتنمر وسابين دونك فماش هكا كل معناها جرائم الكترونيه والقوانين شنو رايك؟ ايه انا جو بارتاج معاها هيفوشه ربي يفضلها الفاناتها فهمتني؟ انا مع بقطع النظر على كل شيء ضد التنمر الشيء اللي صار بالله معناتها ماهوش ما بعد ما هبطوا فيديوهات في الحفل راهي ما عندها حتى علاقه بالفيديو تاع الكونفيرونس يظهر لي فيلتر ولا كيفاش ولا صوروها هندر كيفاش خاطر ثم تصاور عاود هبطتها ماهيش كيما حتى هبطوا في الصفحات الرسميه نتاع موسم الرياض لا لا معناها ظهرت بالطريقه هذيك نقول لك مش باهي هكاك وين هي ايقونه الجمال اي مش سمحه خايبه في التصويره لطفي يا ربي ان شاء الله انا حاج خطيط الرحمن اما بعد ما ثم تصاور اخرى ماهيش هي هي هبطوا فيديوهات من الحفل نتاعها في موسم الرياض اول مره تكون في السعوديه علاش نفس التصاور هذوما نفس اللبسه ونفس الدنيا الكل المنظر هذاك هو بيت لا حتى على في الحفل حاجه اخرى حاجه اخرى فلتر ولا شنو تعمل والله يظل لي فلتر تعمل معناها تقول عملوا لها فلتر عملوا لها فلتر ولا كيفاش هبطوا لها خاطر فيديو هكاك بتتخ مشكله في لوميير ولا الضو ولا ما نعرفش ممكن يصير مشكله في خاطر حتى الفيديو كيما هكا جينيور جينيور لتصريحاتها نتاع اليوم حكيت بيا هيفا 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 هكا في الحفل هكا في الحفل كيفاش شفتها في الحفله كيفاش هاي ربي يبارك يلا تصريح اخر نختموا به توفيق الممثل المصري توفيق عبد الحميد يقول لك يا سفيان مش توينسا الحلال عنا زميلنا خالد العبيدي اعطينا خالد العبيدي يقول لك انا نسمع برنامج ديما لاباس على ديوان فيم ونشيخ عليه واحنا كي عجبنا برنامج نسمعوه هما كي عجبهم برنامج يفكوا عاود تعاود تقراها من غير ضحك عندنا اكستري يا حبيبي يقول لي انا نسمع الاكستري بسيرش تحية لزملائنا في الديوان اف ام تحية لزملائنا البرنامج تاعنا اي جاق عشبيك وزلت نحكي انا قاعد نخرج موزيكا اخرج سلموا عليك جماعة دير تاع
نتاع ديما لاباس في الديوان. انا البرنامج نحب هنا ما عنديش انا وذولي احنا في فين ما عنديش مشكله معاه. لا ما مشكله مع حتى البرامج اكزاكت. ما خاطر سمعت انه في المره الكل شبيكم ما تسميوناش احنا نسميوكم. تسميهم انت. اي بيان سور نسميو احنا الناس الكل. احنا كي عجبنا برنامج في اذاعه اخرى ان نثمنوه نسمعوه. الاذاعات الاخرى كي يعجبهم برنامج في اي اف ام يفكوه. ابارمون خالد العبيدي يحب يولي خالد العبيدي والدريبه. حلوة حلوة منه خالد. حلوة منه خالد. حلوة خالد. لا غالب ما غالب. أنا جو بارتاج جو بارتاج. علاش نكسر في راسه نسمعوا فيه وقت احنا نجي نجيبوه لهنا معناتها. احنا بالعكس احنا نمشيو ديما للحق. ماكش يحب يولي خالد العبيدي. الحلول السهلة. احنا نحب الحلول السهلة. احنا مش كسروا راسنا. صحيح. لا سامحني. مالكش يدعو للفكان هو. اي صحيح. انه يفكوها برامون. هو اللي ما معروف انه ديوان تولت عندها استافيت الدور في الاكدو. يقول يا قطع قطع ديوان قطع. كان الوالد الزين جا وحده. اسمه يبدا مدير اذاعه اخرى شقيقه يخرج من الشباك يشوف الصفات بتاع الجواب في البلو في البلو جايه يقول شنو البرنامج اللي عندها تو شنو قال لك هذا يقول مثلا برنامج الدريبه يا ربي تستر يا ربي تستر يا ربي تستر والله سي محمد وين تو سي محمد فتحي عاد سي فتحي لديه وينو خطره عاد تلقاه يجيبوا فتحي لديه مع مع عادي هذيك هي نحن خويا من غير ما نكسروا راسنا علاش نكسروا في راسنا ونعاودوا نبرمجوا اوكي حكيت لها زين من اخلاقيه المعنى كي تقول اكستري ولا تجيب حاجه تسمي تسمي الميسيون اخر ستاتيو اللي كنت بيل الميسيوي غازي العايد يقول ان نعرف البرامج مجعوله الفنان باش يغني ويقدم جديد مش باش يتكلم على كل شيء كان الانتاج والغناء وهذا يساعد ولا مساعد الدخلاء وهذا مساعد الدخلاء كل برنامج عنده سبقته كل برنامج عنده طبيعته كل برنامج عنده خاصيته فما برامج حواريه ناس تحب تحكي فما برامج ناس تحب تغني وكاو تعطي راهي في شان تعطي راهي في شيء العام سامحني يمكن يقصد في لاباس هو يقصد في ما عنديش فكره منطقيا يقصد في ديما لاباس خاطر احنا برنامج كان يخلي الفنان يغني تو عملنا كونسيبت اخر انه حواري اكثر منه نقاشات وكذا ايوه لا ثم ضيوف جدد عندهم جديد يختلف سامحني يا سهله ماله قول لي سامحني انا باب انا مش نستدعاك البرنامج نتاعي باي انت ما تفرجتي فيه اي تعرف المحتوى تعرف شنو احنا غادي شنو نعملوا شنو نديروا شنو كذا كان انت عاجبك الكونسيبت هذاك وجاي مرحبا بيك تفضل احكي ما يسالش مرحبا مش عاجبك تحب برنامج فيه طموحات اخرى اللي انك تحب تعرف انتاجك وتغني وتعمل كذا شوف برنامج اخر اكزاكتومون يعني بالعكس اول حتى العباد تحب تشوف فنان رايه وتحب تخرجوا من قلب الفنان قلب الممثل تحب ترى رايه في الدنيا معاهم في العباد خاطر تحب ولا تكره تجيب فنان مش معناه راهو نحكي فيه انا صحيح راهو نعطي فيه راي انا كمتفرج مثلا مش جيب لي فنان يحكي على انتاجه ويغني وتقول باي 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 ولا تهبط له تصوير فنانه وتقول له سيبوا بعضكم ما جات شيء اركو تجيب فنان ولا رياضي ولا مثلا سياسي ولا حد يحكي المشاكل المشاغل اليوميه نتاع التوانسه يعطي رايه كيما انا شخصيا المتفرج يحبها اكثر معناه يحب يعرف فنان وشنو هي صحيح شنو يتبع شنو اراء سياسيه فما الغناء فما برامج اخرى فيها اغنية تنجم تغني معناها فما حتى مشكله لي جينيور وانت سفيان وسامحني لحظه وعلى البرامج اللي فيها الفنان يجي يغني ما فيهاش دخلاء نجم تجيب برشا دخلاء برشا دخلاء يجيبوا يغنيوا صوتهم ما تسمعش معناه كشنو معناه كان الفنان اخي برامج فنان يغني معناه ما فيهاش دخلاء بلي سي وليد لا واش اعطيني رايك لا دخلاء شنو دخلاء مفهوم دخلاء واش معناه اخي تولي تشوف فيهم شنو انت اللي يحضر نهارش مو فنان يغني ولا ممثل ولا ما فهمتش ولا سياسي ولا جاب واحد خضار و يحكي على الفن يحكي على الفن ولا السينما ولا كل واحد في مجاله اي كل واحد في مجاله ما نعرفش صف سا ديبون دو خلي شو اسمه من اللي صار الحوار نتاع محمد جبالي محمد جبالي ومعنا ديجا اليوم في لاباس اه نهار السبت ان شاء الله باش يكون موجود معناها كيفاش نقولوا احنا كأنهم شافوا جانب جديد وانا الناس كل تعرف اللي محمد الجبالي من قبل يقلد ويغني وكذا من ممكن الناس بحكم عنده فتره يظهر لي ما ظهرش ولا كذا ما كيفاش نقولوا ما خطر صارت له المشاكل وعمل المسرح وكذا ومن بعد خلف لا تعدى معنا لا تعدى معنا في دي ملابس تعدى في ملابس في وقت تعداش برشا حلقات وجيت زوجته وقتها زاد زوجته معنا وجبنا صغار وحكينا برشا على معناها وجا الكورال نتاعو عمل الغنيه تكريما ليه فيها بارودي فيها واحده معناها غنيه مجموعه معناها اغاني من اغاني هو تعملت فهمني ولا
ليه ميدلي فوالا ميدلي نتاع اغاني نتاعو هو دونك ما يفيش بالعكس احنا راهو زاده في تونس معنا برشا فنانين يجيو يكون عندهم يعني حضور مزيان وحوار مزيان فبرشا ضيوف زاد يجي هو عامل بوليميك يجي يحب يكمل في البوليميك هذيك بالضبط وكل واحد مسؤول على تصريحاته يلا شويه خلينا نمشيو للريكاب قبل هذيا اشهار ورجعين